بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وأنتم طيبين، إن شاء الله تكون قضيتوا شهر رمضان والعيد بخير، وأكيد كلكم انقطعتوا عن الدراسة 100%، أنا متأكد. لكن يعني أنا واحد من الناس بستغل شهر رمضان استغلال جامد جدا في الفترة بتاعت الصبح، إن أنا أعمل محاضرات جديدة وأظبط المحاضرات القديمة وأحسن الصور وكده. فشهر رمضان بالنسبة لي بيعتبر يعني من الشهور الكريمة اللي بنعمل فيها مجهود يعني كويس، ربنا يقبله مننا جميعا إن شاء الله. بالنسبة لليورينري سيستم، أنا من ساعة ما ابتدت الدبلومة وأنا مساهمتي فيه ما كانتش تقريبا موجودة، وكذلك زميلي الدكتور هاني، وبناء على بعض الاقتراحات يعني الشكاوي تقريبا اللي كانت بتجيلنا، فاحنا باي تايم عملنا شوية تعديلات، وما زالت التعديلات جارية في هذا الموديول بالذات نظرا لأهميته ونظرا لأن ما احنا عاوزين نوصل لكم the maximum that we can do. طلبت من هاني ان هو يساهم في هذا الموديول وانا اساهم فيه. ما زالت المذكره فيها مشاكل كتيره جدا وانا عارف كده، لكن احنا من يعني مفيش حد بيعدل في المذكرات الا انا، فكل ما تطلع حاجه جديده انت من حقك انك انت تتحصل عليها باعتبار ان انت في الدبلومه. اي محاضرات زي ما قلنا قبل كده بتتعمل طول ما الدبلومة شغالة، انت تيجي تحضر فور فري في اي وقت من الاوقات، محاضرات، مراجعات، اي حاجة ليها علاقة بالدبلومة ممكن احنا بنرحب بحضورك فيه. بعد الموديول دوت ما يخلص ان شاء الله هنعمل لكم مراجعة، المراجعة مفتوحة لأي حد عاوز يحضرها. وبعد الموديول بتاع السباين شغال في المجموعة السابعة هنعمل برضو مراجعة تانية لأي حد عاوز إن هو يحضر. من الحاجات المهمة جدا اللي أنا بأكد على حضراتكم عليها اللي هو المطالعة في الأرشيف. الأرشيف مهم جدا يا جماعة علشان تعرف إزاي التقارير بتتكتب، وفي نفس الوقت يكون عندك نوع من البراكتس بالنسبة للناس اللي ما عندهاش مكان بتشتغل فيه. احنا من دي 1 واحنا متفقين مع حضراتكم ان الدبلومه مش هي اليومين اللي انت بتدرس فيهم، ولكن بقيه الاسبوع او يومين تاني من الاسبوع بتجتهد انت بنفسك وبتشوف وكده. فبما ان الارشيف مهم فاحنا في الجمعيه بنعرض على حضراتكم اي حد عاوز يروح الارشيف والجمعيه تدفع له الاشتراك، احنا ما عندناش اي مشكله يكتب اسمه عند محمد سعيد. ده تحفيزا مننا ان اي حد مثلا حاسس ان الاشتراك بيضايقه او اي حاجه كده احنا هنسهل له الموضوع ده. مين وايل يمكن على اول السنه الجايه ان شاء الله اي حد هيبقى من اعضاء الجمعيه او الدبلومه عاوز يحضر اي مؤتمر داخلي وعاوز الجمعيه تدفع له الاشتراك بيقدم طلب، واحنا بنعمل كده بندفع له اشتراك المؤتمر علشان يحضر ويقدر ان هو يحصل يعني اكبر قدر ممكن مساهمات بسيطه مننا، ولكن ممكن في المجموع يعني تبقى حافز كويس ليكم ان شاء الله. النهارده هنكلم حضراتكم على الرينال ايميجينج، وطبعا انتوا عارفين ان السيستم دوت طويل جدا ومهم في نفس الوقت لانه ويمثل جزء ضخم هو والشيست من البراكتس العام بتاع الاشعه. بعد شويه هيبقى لما ننتقل الى الموديولات بتاعه البرين والماسكوس كليتال دول الجزء بتاع البراكتس اللي مصب على السي تي والام ار، لكن ذا كونفنشن راديولوجي مع شويه حاجات في السي تي والام ار ليها علاقه بالتو سيستمز اللي فاتوا. المذكرة بتاعت اليورينال سيستم من غير المنتظر ان هي تتعدل في الوقت اللي انتم موجودين معانا فيه، ولكن وانس ان هي اتعدلت هيبقى مكتوب على الانترنت ومن حقك انك انت
تحصل عليها في أي وقت إن شاء الله بإذن الله تعالى. هنبتدي الكلام في الكيدني، كلام طويل جدا وهو منقسم إلى جزئين، يعني هنعمله كده عشان تاخدوا استراحة في النص. هنتكلم شوية على الاناتومي اللي انتوا اتكلم معاكم فيها نسامي، وبعدين هنتكلم على الباثولوجي، نص الباثولوجي تقريبا، وبعدين هنكمل بعد كده بعد الاستراحة اللي احنا هنشوفها. حضراتكم عارفين ان اليورينري سيستم بيتفحص بطرق كثيرة جدا زيه زي اي سيستم تاني، على رأس هذه الطرق الأشعة العادية اللي هي the conventional x-rays والالترا ساوند والسي تي والايزوتوب سكان. ليه دور مهم جدا الحقيقه في الرينال ايمجينج، على عكس ادوار الايزوتوب في بقيه السيستمز ابتدت كلها تقريبا تنهار بالذات في الشيست وكده، لكن مازال مهم جدا اليورينري سيستم فيه الايزوتوب ايمجينج، وبعدين الام ار اي، وفي الاخر هنقول في تجميعه كده الام ار مهم فيه عشان ان تبقى انت فاهم والكلينيشنز برضو فاهمين ان مش كل عيان عنده مشكله في الكيدني او في اليورين سيستم يبقى يطلع على الام ار على طول، بالعكس في حاجات بتحلها البلين اكس راي والسونار، وفي حاجات بيحلها حاجات ابسط من كده بكتير. نبتدي الاول بالاشعه العاديه، والاشعه العاديه اللي هي اسمها بلين يو تي او كي يو بي، يعني كيدني يوريتر برادر، وده ابسط فحص كل الناس بتلجأ له. whenever they have urinary symptoms او complaints زي الديسيوريا والهيماتوريا والرينال كوليكس وكده، الفحص دوت في معظم الاحيان بيكون محتاج تحضير، لان الانتستين والكولون وكده بيكون مليان بالهواء والفيكال ماتر. جرت العاده ان اي حد بيعمل بلينيوتي او اي في بي او الاثنين مع بعض ان هو بيعمل نوع من التحضير. التحضير ايام زمان كان اجريسيف قوي، وكان بيشمل حقنه شرجيه ولاكستيفز وعشاء خفيف وراس فحم وليله جامده جدا، لكن التحضير في الوقت الحالي، وده طبعا بسبب ان الفحوصات بقت احسن والاجهزه بقت افضل، يشمل فقط بس انك انت تاخد لاكستيف خفيف بالليل وتتعشى عشاء خفيف الصبح وتشرب وتاكل اكل خفيف برضه ما يجراش حاجه، تعمل البلينيوتي. البلينيوتي كان زمان لما بيطلع فيه شويه غازات كده نكتب باد بريبريشن ونعيد العيان الفحص وكده، لكن ذس از نوت رايت دلوقتي، لان معظم البلينيوتيز ار سبورتد باي الترا ساوند ايميديتلي، يعني معظم الناس الكلينيشنز بيريفير المريض عشان يعمل بلينيوتي والترا ساوند. طبعا انت عارف الالترا ساوند جدع جدا في الكيدني والبلادر، لكن المنطقه بتاعت اليوريتر تقريبا ما بيعرفش يشوفها كلها، ودي الحته اللي ممكن البلينيوتي يغطيه. الفوائد بتاعت البلينيوتي لوحده ان هو ممكن يشوف الراديو بيك ستونز، انه ممكن يشوف كالسيفيكيشنز سواء في اليورينري تراكت او براها، ان يشوف ده جاز باترن الديستريبيوشن ده، هل في جاز في منطقه الكيدني يعني في زيمتس بيلو نفرايتس مثلا، هل في اير فلويد ليفلز يعني انتستينال اوبستراكشن وهكذا. اورجانوميجالي بالذات الليفر والسبلين الشادو بتاعهم بيبقى واضح في البلينيوتي، فتقدر تعرف اذا كان الليفر كبير والسبلين كبير. زائد وان اوف ذا امبورتنت ثينجز اللي هي الناس بتركز عليها قوي قوي في الامتحانات اللي هي ذا بوني تشينجز، ساعات كتير قوي يكون في تي بي اوف ذا سباين وتي بي اوف ذا كيدني، ويكون التشينجز في الكيدني بسيطه جدا ويكون الدليل عليها هو التي بي اللي موجود في السباين، او يكون في فراكشر ان ذا ترانسفيرس بروسيس او ان ذا ريب، واللي بيفصل وهو ده اللي بيفصل التشينجز اللي انت شايفها في الكيدني والبرين فريك هيماتوما و والكلام اللي احنا هنتكلم عليه. الاي في بي او الانترافينوس يوروجرافي زي ما الناس دلوقتي بتحب تسميها، بطلوا يسموها انترافينوس بايلوجرافي لانها it shows the whole collecting system. بيحتاج تحضيرات زي اللي احنا قلناها، ان هو يكون المريض متعشي عشاء خفيف واخد حاجة ملينة خفيفة، وبعد كده ما ياكلش ولا يشرب عشان هيتحقن صبغة، والصيام يا جماعة في حقن الصبغة in general ما بيزيدش عن 6 ساعات،
يعني الناس اللي هم بيبقوا سيفيرلي ديهايدريتد وكده، لانه صايم من 12 ساعه او جاي من سفر وهو صايم، بيبوظ الفحص اصلا. ف الصيام بيكون في حدود 6 ساعات، وبعدين قبل ما بنحقن العيان صبغه لازم نتاكد ان الرينال فانكشن از اوكي. والرينال فانكشن بتعرفها بالكرياتينين ليفل والسيرام يوريا. السيرام يوريا ملهاش معول قوي، لكن الكرياتينين هو اللي بيهمنا. فلما يكون الناس كلها متعارفه على كده، ولكن في اراء ان الكرياتينين ليفل لما يكون تحت 3 تحقن، واكتر من 3 او 3 ما تحقنش لانك مش هتشوف حاجه. في ناس يقول لك لا، ان هو 2 كويس قوي، او 1.5 او 2.5، لكن اللي الناس عارفاه اللي هو الثلاثة which is reasonable. لو كانت تحت الثلاثة، 2.8، 2.5، 2.1، you can inject contrast material. بعد كده عندك نوعين من الصبغة، واحد اسمه non-ionic contrast material، واحد اسمه ionic contrast material. النون ايونيك بيعمل يعني حساسيه اقل شويه من الايونيك كونتراست ميديا، ولكنه هو اغلى في السعر. فانت عندك النون ايونيك المفروض ان هو افضل بكتير من الايونيك كونتراست ميديا. فرق طبعا كبير قوي في السعر، في زي ما انا متخيل يعني ان لو كانت الايونيك كونتراست ميديا ب 30 جنيه، فالتاني ب 300 جنيه، يعني في فرق كبير قوي في السعر. ولكن ال ليه فوائد كتيرة. نمرة واحد، انك انت ممكن تديه في الناس اللي هم معروفين ان عندهم sensitivity من الموز او من الروايح او من الغبار او من اي حاجة، لانه بيبقى ده دليل على ان هو هيبقى عنده sensitivity من السبب. الحاجة التانية ان هو النوع دوت is less nephrotoxic، يعني ما بيعملش مشاكل جامدة على الكدني زي التاني، بالذات لو انت هتدي كميات زي ما كان بيحصل ايام زمان في الانجيوغرافي، انك انت بتحقن 10 امبولات، حاجات وكميات ضخمه جدا which is harmful on the kidney. لما تحقن صبغه المفروض بتعمل الاي في بي في السيريا الاول، بيكون في بلينيوتي، دي القاعده الذهبيه اللي كلكم عارفينها، انك انت ما تدخلش اي صبغه في الجسم قبل ما يكون في بلين فيلم. يعني ما تشربش العين صبغه، ولا تحن العين صبغه، ولا تدخل في الفيستولا صبغه، ولا في الهيسترو صبغه، ولا في اي حاجه صبغه الا لما يكون في بلين فيلم، عشان تشوف ايه لو انت حنت صبغه الاول ممكن تغطي على حاجات كانت موجوده في البلين فيلم مهمه في التشخيص. فتعمل بلين فيلم وبعدين تحقن الصبغه، وبعدين تبتدي تاخد افلام اللي كل على حسب كل مكان. المفروض الافلام كل 5 دقائق، وبعدين 10 دقائق، وبعدين 20، وبعدين 30 او 35، هم دولت اللي احنا بنصور بيه. ايمنج انك انت تشوف ذا شادو اوف ذا كيدني اللي هو النيفروجرام في الاول، وبعدين تشوف البلفيك الاسيال سيستم، وبعدين تشوف اليوريتر، وبعدين تشوف اليورينري بلادر وهي مليانه بالسبب. بعد لما تشوف اليورينري بلادر وهي مليانه بالسبب، تقول للمريض خش الحمام فضي البلادر، وبعدين تصور فيلم تاني عشان تشوف ذا كاباسيتي اوف ايفاكويشن، هل اليورينري بلادر بتفضي كويس ولا في مشاكل في التفضيه بتاعتها. اهم حاجه في الاي في بي ده ان هو بيوري لك الرينال فانكشن. هتقول ما نعرفها من التحاليل، لكن في معظم الاوقات التحاليل ما بتكونش دليل قاطع على ان الكلى بتشتغل كويس، لان في ممكن تكون كلى خربانه تماما والكلى التانيه قايمه بكل حاجه من غير اي ريفليكشن على التحاليل نفسها. نمرة واحد انك انت you see the renal function اذا كانت الكيدني بتشتغل كويس ولا لا. ونمرة اتنين which is very important، اي congenital anomaly in the kidneys او in the urinary system احسن حاجة ليها على الاطلاق عشان تشوفها هو the intravenous urography او الحاجات اللي تشبهنا زي ما هنقول بعد كده. بعدين طبعا انك انت تشوف اذا كان في obstructive lesion وhydronephrosis وhydrureter، وبعدين تشوف اذا كان في bladder mass كويس جدا فيها الاي في بي، وكذلك الماسز اللي جوه الكوليكتنج سيستم. الماسز اللي بره الكوليكتنج سيستم ذا ديتكشن از ما هوش جامد قوي. اكبر معوق للاي في بي واكبر معوق لحقن الصبغه على الاطلاق حاجتين. نمره واحد ان يكون العيان عنده امبيرد رينال فانكشن، ما تقدرش تحقنه صبغه. نمره اتنين ان هو يكون عنده هايبر سنسيتيفيتي تو كونتراست ميديا. الحاجتين دولت ما تقدرش تحقن صبغه ولا في الاي في بي ولا في السي تي ولا في الام ار بصفه عامه، ولكن في حلول زي ما هنشوف دلوقتي.
عندنا فحص تاني اسمه ascending او cystourethrography ascending و descending. ascending يعني تحقن سوا through the urethra لحد لما تملى البلادر، دوت اسمه ascending. تخلي العيان يمكتوريت يبقى اسمه descending cystourethrography. هذا الفحص في غاية الأهمية، في غاية الأهمية for detection of urethral lesions بالذات urethral valves، أو العيانين اللي عندهم vesical uretric reflux، أو الناس اللي عندها stress incontinence في حاجات في السفنكترز وكده. لما هتيجي الموضوع دوت هنتكلم عليه بعد كده بالتفصيل. الالتراساوند one of the diagnostic tools المهمة جدا جدا التي ما فيش غنى عنها في اليورينري سيستم، لانه نون انفيسيف وانه هو ريلايبل لو كان الواحد اللي بيعمله كويس قوي، وانه هو رخيص في الثمن، وانه هو افيلبل ممكن تشيل جهاز السونار وتروح بيه عند المريض على في المكان اللي هو نايم فيه، سواء كان في الانتنسيف كير او على السرير في الاوضه بتاعته في المستشفى. الالترا ساوند فور ذا كيدنيز في الغالب مش محتاج تحضير، ولكن انت ما بتعملش الترا ساوند للكيدني بس، بتبقى عاوز تشوف الجول بلادر والليفر والشات حاجات زي كده. This requires some degree of fasting لمده 6 ساعات، لا تزيد عن 6 ساعات. تحضير الباول يعني تاخد حاجه تشيل الغازات من الباول مش اكتر من كده، وما بيحتاجش صبغه وما فيهوش راديشن هازارد زي ما حضراتكم عارفين. بهذه المميزات عنده دياجنوستيك كابابيليتي عاليه جدا. نمره واحد ان هو بيشوف الرينال بارينكيما، يعني انت باصص كده لان ده الرينال بارينكيما which is usually less echogenic عن الليفر اللي جنبها. لو الايكوجينيستي اوف ذا كيدني او ذا رينال بارينكيما عاليه، يبقى تعرف ان ده رينال بارينكيما ديزيز، وبيليه درجات جريد 1 وجريد 2 وجريد 3 من غير ما يكون باين اي حاجه ثانيه في معظم الاجهزه الثانيه. بعد كده بتشوف الحصاوي، والحصاوي بتتعرف بالشادو اللي انتوا عارفينه اللي هو الاكوستيك شادو اللي ورا، يعني this is a big stone in the pelvic ciliary system وعامل وراه اكوستيك شادو. طبعا يقدر يعرف الاوبستراكشن ويقدر يفرق ما بين السيستيك والسوليد ماسز ان ذا كيدني، ويعرف يشوف الكونجنتال انوماليز، ولكن الكونجنتال انوماليز رقم واحد فيها هو اليوروجرافي، وبعدين لو استخدمت الدوبلر تقدر تشوف موضوع الرينال فاسكس. تيجي بقى لأحسن واحد فيهم دلوقتي، وهو مش المفروض انت تلجأ له على طول، يعني عندنا سيستم كده هنقوله برضو، انك انت الاول بتبتدي الفحوصات بتاعت الرينال سيستم بالبلينيوتي ومعها التراساوند، وبعدين تشوف ايه النتيجة، وبناء على هذه النتيجة تمشي في سكة، هل هتمشي في سكة السي تي ولا هتعمل اي في بي ولا هتروح للام ار. الحكاية دي محتاجة شوية فكر بسيط هنقول دلوقتي. السي تي طبعا في سي تي من غير صبغه وفي سي تي بالصبغه. لو هو من غير صبغه يبقى مفيش تحضير، لو هو بالصبغه يبقى هيصوم العيان عشان هتحقن صبغه. وبعدين المشكله الاساسيه بتاعت ان هو في نوع من الراديشن بالذات المالتي ديتكتور اللي هو الموجود جديد. طيب ايه فايده السي تي؟ رقم واحد، ودي ميزه جباره جدا في الوقت الحالي، اللي هو ذا ديتكشن اوف ذا رينري كالكيلا. بعض الناس عندها رينال كوليكس وعندها هيماتوريا وشاكين ان عندها حصوه، تعمل بلينيو تي واي في بي والترا ساوند ان يو كانوت سي ذا كالكيلس لانها صغيره جدا ومدفوسه في مكان انت مش عارف تشوفه. عشان كده اصبح في اختراع دلوقتي موجود كل دكاتره المسالك عارفينه، اللي هو سي تي يورينري تراكت او سي تي يو تي. سي تي يو تي اللي هو هنقول عليه دلوقتي، وهو احد الحاجات الرئيسيه فور ديتكشن اوف كالكيلاي اور سسبكتد كالكيلاي في العيانين اللي عندهم سيمتومز، وكذلك يورينري تراكت اوبستراكشن، وطبعا الماسز. السي تي على راس القائمه فور ديتكشن اوف ذا ماسز اند ديفرنشيشن بتوين السيستيك والسوليد ليجنز، وكذلك بالديتكشن اوف كونجنتال انوماليز، لان السي تي عنده حاجه اسمها سي تي يوروجرافي زي الاي في بي بالظبط وافضل بكتير. وكذلك عنده حاجة تانية اسمها سي تي انجيوغرافي هنتكلم عليهم دلوقتي. ده أول واحد فيهم اللي هو سي تي يو تي. سي تي يو تي معناها إنك أنت بتجيب العيان من البيت من غير تحضير خالص. يستحسن إن المريض دوت يكون شارب مية زي الجماعة بتوع الألتراساوند، علشان نمرة واحد
بتعمل ديستنشن اوف ذا بلفيك ليسيال سيستم اند الديوريتر. نمره 2 تملى اليورين بلادر باليورين علشان تعرف تشوف زي في موضوع السونار. بعد كده تبتدي تاخد مقاطع في جسم العيان من اول الابر بول اوف ذا كيدني لحد اخر حته في اليورين بلادر. المقاطع دي من غير سابقه، من غير تحضير خالص، العيان شارب ميه فقط. وبعدين تاخد المقاطع ديت كل 3 مللي. طبعا عدد ضخم جدا من المقاطع، بتاخد كل 3 مللي والعيان يكون كاتم النفس. المالتي ديتكتور يعرف يعمل كده بحيث انك انت ما تسيبش اي حاجه نتيجه النفس، وكمان ماشي مقاطع صغيره فتقدر تدور في اليورين تراكت كويس قوي. بتبتدي تبص على الكيدنيز اللي هم دول. الفحص ده يا جماعه فائدته الوحيده هو ذا ديتكشن اوف كالكيولاي. في بعض الاحيان تيجي تدور على حصوه تلاقي ماس جوه اليورين بلادر، بتشوفها ازاي؟ اجينست اليورين، اليورين لونه اسود والماس لونها رصاصي فبتعرف تشوفها كويس. ذن في الوقت دوت تخرج بره الستونز وتبتدي تكومنت على الماس وتريكومند سيستوسكوبي وحاجات بالصبغه والكلام ده كله. لكن وانت بتدور على الحصاوي ما تخرجش بره النطاق دوت، في حصاوي او ما فيش، خلصنا. تلاقي بقى واحد يجي يكتب تقرير بتاع السي تي يو تي ويقول لك ذا سكاند بارت اوف ذا ليفر شود نو فوكال ليجنز اون نون كونتراست بيزس، ده سبلين ما اعرفش مين ده ليفر. خلي بالك احنا طبعا عشان انا بحتك بالكلينيشنز كتير كلهم بيبقوا متضايقين من كده، يقول لك انا ما عنديش وقت قوي عشان اقعد اقرا تقرير صفحتين، قول لي الخلاصه اللي انا بدور. انا بعت لك العيان عشان تقول لي في حصوه ولا ما فيش، خلاص قول في حصوه ومكانها في المكان الفلاني وحجمها كذا، زي قدرت تقول وعامله باك بريشر ولا لا، ما فيش حصاوي اكتب ما فيش حصاوي، خلصنا على كده. هي دي الفايده بتاعت، لان الناس دلوقتي خلاص ما حدش عنده طقطان ان هو يقعد يمسك التقرير بقى زي ما انت متخيل ويقرا سطر سطر ويعيد ويزيد والكلام ده كله. فانت بتمر مره الكرام كده على الكدني، ما فيش حصاوي عن الكدني التاني، في المقطع اللي بعده والمقطع اللي بعده والمقطع اللي بعده، خلصت الكدني. تروح في الحته اللي المفروض اليوريتر ماشي فيها اللي هو anterior to the psoas muscle، تقعد تدور anterior to the psoas muscle anterior to the psoas muscle لحد توصل to the urinary bladder. تبص جوه اليورينري بلادر في ماسز ولا لا، في حصاوي ولا لا. ده مكان اليوريتر في الغالب لانه هنا هيخش جوه اليورينري بلادر. بعد كده فضلت ماشي 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 لحد لما لقيت نقطه بيضاء. مشكله عندك جامده جدا في البلفز، لان البلفز فيه بلفيك فيليبولاي بتبقى حاجات لونها ابيض زي الحصاوي بالظبط. لو انت اورينتد بالاناتومي ممكن تسهل على نفسك، لكن احنا عندنا في هذا الفحص صوره في غايه الاهميه. اي حد مسؤول عن الفحوصات ديت لا يقبل الفحص من غيرها، اللي هي the reconstructed image along the urinary course. يعني انك انت بالصور اللي انت طلعتها بتقول للسي تي ركب الصور بالطول كورونال بس تكون اليوريتر باين. يعني انت هنا اني كان سي ذا رايت يوريتر من اوله لاخره، اني كان سي ذا ليفت يوريتر من اوله. في الغالب هما الاثنين ما بيطلعوش في نفس الوقت مع بعض، كل واحد بيطلع في صوره. اذا لما تيجي للصوره اللي قبل كده ولقيت انت حاجه هنا اهو تريديو بيك كده اهو، وبعدين جيت في الصوره الملونه لقيت اليوريتري كورس ده ما فيهوش حاجه والتاني ما فيهوش حاجه، تعرف ان ديت ايه في ليبلز. من غير كده هتقعد تقتل نفسك قصاد الفيلم وتشوف اليوريتر وراح فين وجي من فين وانت ليه تعمل كده، في حين ان الجهاز بيطلعها في ثانيه. فلو انت مسؤول عن الفحوصات دهيت يعني يو انسيست، والفني بيبقى عارف كويس قوي يعمل الكلام ده بس هو بيطنش يعني بيستسهل، تك 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 ويقلب لك البتاع وانت تكتب. ف جزء كبير جدا يا جماعه من الديوتيز بتاعه الدكتور ان هو يوري هيز افكت على طريقه فحص العيان، على ما تفتكرش انك انت معفي من هذا، وانك انت كل لما يجيبوا لك حاله ملخبطه وركبها العفريت وما تكتب كلمتين مش مفهومين وخلاص. لا، احنا يا جماعه لازم نحس بمسؤوليتنا تجاه المريض. انا امبارح او اول امبارح امبارح شفت كميه فحوصات معموله في مستشفى للتامين الصحي يرسى لها، ملهاش راس من رجلين، ما ينفعش تتكتب. ليه؟ لان الفني بيعمل اللي في دماغه، يقول لك ده راجل كبير في السن ما لحقناش صبغه، طب عنده تيومر وبتاع، تشوف ازاي هو اصله حالته ما تسمحش انك انت تحقنه صبغه. وطبعا الدكتور ضعيف قصاد الفني ومش عاوز يخش معاه في خناقه والكلام ده كله، تنتهي النتيجه بان احنا كتبنا التقرير مثلا للمريض ليست له اي فايده.
المريض بقى عشان يعمل الفحص ده في التأمين الصحي قعد مثلا شهرين في قوائم الانتظار، صح ولا ايه؟ وبعدين ربنا سهل له وجه اليوم اللي هيعمل فيه الفحص والجهاز كان متصلح ما كانش خربان والدكتور والفني كانوا موجودين، which is يعني حاجة من ستر ربنا. عمل الفحص بقى وخرج وهو في غاية السعادة مستني النتيجة. نفضل بقى الناس اللي هتكتب التقرير، إيه من فين الصبغة، مش عارف ايه، استكمال ما استكمالش، نعمل ما نعملش بتاع، لحد لما العيان يموت. في ناس كتيرة جدا على فكرة ماتت بالطريقة ديت، ان هو الفحص بتاعه عمال يتكعبل في الرجلين وده يزحلق فيه على ده على ده على ده لحد ما يموت. ف كل اللي تسببوا في هذه البتاع بما فيهم الفني بما فيهم مدير المستشفى بما فيهم رئيس القسم كلهم مسؤولين عن هذا الكوربشن. ف يعني احنا يا جماعه بنعامل مرضى، فمهم جدا اذا انت عاوز الحال يتصلح انك انت تنصلح، وانت تنصلح الاول بانك انت تعمل شغلك كما ينبغي. تعمل شغلك كما ينبغي ازاي؟ انك انت تبقى حاسس ان في ربنا فوقيك شايفك وشايف انت بتعمل ايه وعارف كويس قوي ايه اللي جواك، ما انت مش هتعرف تضحك عليه خلاص. فتعمل شغلك بالايه بالمظبوط، لما الفن يغلط تنط في كرشه وتنسست ان الحاجه تطلع صح مره والتانيه والتالته الحاجه تطلع صح. فده نقطه مهمه جدا عاوز اقولها لكم انك انت تلتزم بيها. بعد كده لو افترضنا ان العيان مش جاي عشان الحصاوي ولكن جاي هيعمل سي تي عادي عشان نشوف اذا كانت الكدني فيها ماس او 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 زي ما احنا اتفقنا، انت مش هتدخل صبغه في جسم العيان قبل ما يكون في حاجه من غير صبغه. فالسي تي بتاع البطن بصفه عامه لابد ان هو يكون الاول معمول من غير صبغه عشان تشوف الكالسيوم والستونز والكلام ده كله، بعدين تحقن صبغه. ايام زمان كنا بنعمل كده مقاطع من غير صبغه زي اللي حضراتكم شايفينها وبعدين نحقن الصبغه ونصور. دلوقتي الموضوع اتحسن شويه نتيجه وجود المالتي ديتكتور سي تي، فبيمكنك انك انت تعمل فيزز زي التراي فيزيك ستادي بتاعت الليفر، انك انت تصور الليفر والصبغه في الارترز اسمه ارتيريال فيز، وبعدين تصور الليفر والصبغه في الفينز اسمه فينس فيز، وبعدين تصور الصبغه بعد كده اسمه ديليد فيز. نفس الحكايه ممكن تعملها في الكيدني، تصور الصبغه في الارترز دوت اسمه ممكن تسميه مدلري فيز او تسميه كورتيكو مدلري اللي هو بيوريك الفرق ما بين الكورتكس والبيراميدز، ده اللي هو يناظر الارتيريال فيز. وبعد كده اسمه نيفروجرافيك فيز ان الكيدني كلها مسبوغه بالصبغه، وبعد كده اكسكريتوري فيز انك انت يو كان سي ذا بيلفيك انسيال سيستم. عاوز اقول لك ان التراي فيزيك ستادي في الكيدني ملهاش قيمه قوي زي بتاعه الليفر، بتاعه الليفر في غايه الاهميه لكن بتاعه الكيدني مش مهمه قوي. اللي مهم فيها الاثنين دول اللي هو النيفروجرافيك فيز والاكسكريتوري فيز، ده علشان تشوف ماسز ان ذا رينال بارينكيما وده عشان تشوف ماسز ان ذا كولكتنج سيستم، هم دول الحاجتين اللي انت بتبقى مهتم بيهم. طيب انت بعد لما حنت الصبغه وعملت السي تي، السي تي عنده ميزه اقول لك من الحاجات اللي انت مش عاوزها ممكن اشيلها لك من الصوره واعمل لك بقى ريكونستراكشن وبتاع. فانت تروح عامل كده تصور الكيدني واليوريتر واليورينال بلادر دوت اسمه ايه سي تي يوروجرافي زي الام ار يوروجرافي. سي تي يوروجرافي حنت صبغه ولا ما حنتش صبغه؟ حنت صبغه طبعا. وعملت السي تي العادي مقاطع عاديه وبعدين قلت له ركب الصور، راح مركبها وشال لك الحاجات اللي انت مش عاوزها كلها، قلت له لون الصوره عشان الكلينيشن بيحب الصور اللي بالالوان. لازم تبقى عارف ان كل الصور ديت از اوف نو دايجنوستيك فاليو، كل الصور اللي بالالوان ملهاش قيمه الا في حتت معينه، لكن هنا هو تقريبا ملهاش اي لازمه. لكن الراجل الطبيب المعالج بيحب الالوان وعشان يبعت لك عيانين كل شويه تبعت له انت كل شويه صورتين بالالوان. مش مهم ده، بس المهم الاهم من كده انك تطلع الصور اللي فيها تشخيص. يعني ما يكونش كل الفحص عباره عن الوان بقى وشجر وبتاع وكده عشان نبسط الراجل، لكن لا، ده اللي بيشخص اللي هو السي تي يوروجرافي اللي هو من غير الوان ومن غير 3 دي ومن غير الحاجات دي كلها. معلش الصوره اللي نعم اليوريتر في الرايت يوريتر مفيش كونستراكشن؟ لا لا، ذس از ذا بريستالسيس.
يأكسبت كل الحاجات دي طالما هي ترانزيت، يعني تشوفها في صورة وفي صورة تانية مش موجودة، كل دوت بيرجع. وعاوز اقول لك ان الموضوع الاستريكشنز اوف ذا يوريترز ما هوش بالطريقه اللي انت فاكرها. اتس نوت ذات كومن استريكشن اوف ذا يوريتر في عرف كل المسالك ما هوش كتير قوي كومبيرد لحاجات تانية زي ما هنقول بعد شويه. ايام زمان كان في حاجه اسمها فلاش او اورتوغرافي او سيلكتيف رينال انجيوغرافي، انك انت تجيب العيان وتبنجه وتدخل تعمل بنكشر في الفيمورال ارتري وتزق قسطره في الاورطه زي القسطره اللي انت شايفها هنا دي وتحن سبوه. Then you see the renal artery الشمال واليمين، والكلام ده كان اشهر فحص بيتعمل في العيانين اللي هتعمل رينال ترانسبلانت، الدونر يعني اللي هيدي الكيدني، فبنعمل له فلاش اورتوغرافي تو سي ذا فيسلز اوف ذا او ذا كيدني. الفحص دوت بطل تماما تماما زي كل الاساطر تقريبا، الدياجنوستيك ما بطلت وتحول بمكانه اللي هو ذا سي تي انجيوغرافي. السي تي انجيوغرافي اوف ذا رينال ارتري اسمه سي تي رينال انجيوغرافي، بتحقن صبغه وبعدين تقول له لما الصبغه تيجي في الاورطه تصور، بتيجي في الاورطه تصور، خلي الاورطه واللي طالعه منه وسيبه شيل الباقي، بيعمل كده. Then you can see the aorta، وطبعا شوف السبلينيك والليباتيك ومش عارف ايه والرينال وكده. انت you are interested only in the kidney، وتقول له شيل الباقي وسيب الكيدني. Then you can see that this is the horseshoe kidney، والكيدني الشمال متسبلاي بتلاتة والكيدني اليمين فيها two vessels. ده سهل جدا بالسي تي وما بياخدش وقت، وفي نفس الوقت ممكن تطلع الصور اللي الراجل بيحبها دي اللي هي بالالوان الطبيعيه. وبص انت بتضحك دلوقتي، على فكره من اخطر الحاجات على البني ادم الانزلاق في البيزنس، يعني اي، وده ده ده فظيع جدا بالنسبه للدكاتره يعني المهندسين والمحامين والكلام ده مفيش مشكله، لكن لما انت تنزلق في البيزنس وانت دكتور بتتاجر بالمريض دي حاجه في غايه السوء. وخلي بالك اي واحد بيدخل في السكه دي ما بيبقاش حاسس بنفسه، يعني بيمشي فيها وهو بس هو يحط رجله الاول، اول تحط رجلك بعد كده بقى كل همك ان يكون في عيانين وان يكون في مش عارف ايه، وعاوز تبسط الكلينيشن على الاخر خالص، قال لك اعمل كذا تعمل كذا، لون بالالوان تلون، ما عندناش مشكله. فلو انت دخلت في السكه دي هتبقى من انصار الالوان الطبيعيه. طيب and this is the horseshoe kidney، وناس كتيره بتحب الصور اللي فيها السباين عشان يعرف اللي مش عارف الكروسنج قصاد ايه ورينا الفيسل ايه قصاد، وفي ناس تانية ما بتحبش السباين موجوده في الصوره. كل ده متاح، تشيل ده وتحط ده، سهل جدا بالنسبه لي. تيجي بقى يبقى احنا عندنا في السي تي يا جماعه، if you would like to see the vessels لازم تحن سابقا، عاوز تشوف الكيدني بس اللي نفسها هورشو ولا لا ما تحنش سابقا. Before in the abdomen. نعم. روتين في ثلاث أماكن بس. لا it's routine for three parts only: the liver, the kidney, and the renal blood. If the interest is one واحد من الثلاثة دولت لازم تعمل من غير سبب. لكن افرض البنكرياس أو تدور على lymph nodes أو then you don't need to have the pre-contrast scans. Okay. طيب. تيجي بقى للام ار، والام ار ليه دور ولكن الدور بتاعه بيبقى متميز قوي. whenever you cannot inject contrast material، وانت ما تقدرش تحقن صبغه الا لو كان العيان عنده يوريميا او كان عنده sensitivity، major sensitivity. مش sensitivity ان تحقنه صبغه يكح ويعطس، لا، major sensitivity يعني تحط له سنتي يورجرافين يموت، هي يعني دي اللي انت ما تقدرش تعمل بيها الاي في بي ولا تعمل بيها السي تي بالصبغه. إذن الام ار مهم جدا في الحاجتين دولت، انك انت ممكن تصور اليورينري سيستم من غير صبغه اصلا خالص عن طريق الام ار، وتعمل ام ار يوروجرافي من غير صبغه، وتعمل ام ار انجيوجرافي من غير صبغه، ودولت ما بيتعملوش خالص في السي تي الا بالصبغه. Then you don't use, you may not use the contrast media، ما فيش radiation hazards، ما عندوش تحضير خالص. لو انت ناوي تحقن صبغه العيان بيصوم زيه زي اي حاجه ثانيه. And this is the appearance of the kidney by MRI. This is T1 weighted image, and this is T2 weighted image, and this is after contrast.
لما تحقن صبغه ده الكورتيكو مودالري فيز، ده ممكن تعمل برضو تراي فيزيك ستادي زي السي تي عادي، وده النيفروجرافيك فيز ان يو سي ذا كيدني ويتش از انهانسد. في بعض الاحيان يو كان سي ذا فيسلز في الام ار العادي، ولكن ممكن تشوفها في الام ار الانجيوغرافي زي ما نقول دلوقتي. This is T1 weighted image of the left kidney and T2 وبعدين with contrast. في الـ T1 عندك سيست، والسيست فيه لونه أبيض في الـ T1 يعني كده إن فيه هيموريج، والهيموريج زي ما هتعرفه بعد كده بيبان بطرق مختلفة جدا في الـ MR، ساعات يكون أبيض في الـ T1 والـ T2، وساعات يكون أبيض هنا وأسود هنا، وساعات يكون أسود هنا وأسود هنا، يعني كل الكلام ده هنستفيد فيه بالتفصيل الممل لما نيجي نتكلم على البرين، لأن هو ده أهم واحد فيه. الـ MR يوروجرافي مش محتاج صبغة، يعني كان سي ده بلفيكال سيلز كل اللي أنت شايفه ده من غير صبغه. ازاي؟ بتعتمد على الموشن او الفلو، اليورين ماشي في اليورينري سيستم، بتظبط الفحص بتاعك علشان تطلع كده. ممكن طبعا مهما كانت الكيدني نون فانكشن، ومهما كانت الكيدني هايدرونفروتك، ان كان سي باي ام ار يوروجرافي، وديت ميزه جباره جدا عشان تشوف بيها الكونجنتال انوماليز لو انت مش هتعرف تحين صبغه في الاي بي بي ولا في السي تي، وكذلك تشوف بيها ذا بلفيكال سيل سيستم ولا اوبستراكتنج ليجنز و و و و عن طريق هذا الام ار يوروجرافي. طبعا الام ار انجيوجرافي نفس الفكره، ما بتستخدمش صبغه خالص، ان يو كان سي ذا فيسلز اللي هي موجوده في الكدني من غير صبغه. يبقى في اعتقادي يعني الام ار وظيفته الرئيسيه لحد دلوقتي انك انت لما ما يكونش تعرف تحن العين صبغه، ان يو ونت سي ذا بلفيكال سيل سيستم، ان يو ونت سي انسايد ذا كولكتنج سيستم، ذس از ذا رول اوف ام ار اي. بالاضافه طبعا الام ار جدع جدا جدا زي ما تعرفوا في الستيجنج اوف يورينري بلادر كانسر، وبعض الستيجز بتاعت الرينال سيل كارسينوما زي ما هنقول دلوقتي. بالنسبه للرينال باثولوجي، الحاجات اللي احنا عاوزين نتعرض لها هي ديت. نمره واحد كونجنتال انوماليز، وهذا الكونجنتال انوماليز تاخدوه بالتفصيل الممل في البارت بتاع البيدياتريك اللي هو الموديول قبل الاخير في الدبلوم. بعد كده the stone disease and the renal masses and renal infection هتاخدوه برضو بالتفصيل الممل، لان يعني هقول بعض الحاجات عليه. وكذلك renal trauma هتتاخد بالتفصيل الشديد جدا في الموديول اللي بعد كده اللي هو بتاع الجي اي تي. في الكورس بتاع او في المحاضره بتاعه الابدومينال تروما، لكن هنجيب سيره بعض الحاجات هنا، وفي بعض الحاجات الميسيلينيس عاوزين برضو نتكلم عليها. نبتدي الاول بالكونجنيتال انوماليز. نعم الايه؟ ايوه ساعات يستخدم في الام ار، وساعات يستخدم في السي تي، ولكن الفحوصات ايام زمان والاجهزه وكده كانت تستمع مننا ان احنا نعمل كده. دلوقتي ما اعتقدش ان احنا يعني في حاجه، لكن انا الحقيقه يمكن هقابل الجماعه بتوع المسالك يوم 12/9 عندي محاضرات عندهم، فاي حد عنده استفسار ليه علاقه بالكلينيكال ممكن ساعتها ان احنا نسالهم على الدور الحقيقي بتاع الحاجات ديت، واذا كانت لسه بتتعمل ولا لا، واذا كان في بعض الانواع العمليات اللي هي بطلت او المناظير او كده، ممكن وي كان ديسكاس معاهم هذا الكلام. If you are interested انك انت تحضر هذا البتاع، فهو موجود في وحده الملك فهد في الدور الخامس من المستشفى هنا في القصر العيني يوم الاربعاء 12/9 الساعه 9 الصبح. زي ما قلنا لحضراتكم ان الكونجنتال ليجنز بتبقى افضل حاجه ليها هي الاي في بي. الالترا ساوند ما هواش جدع قوي في الموضوع، والاي في بي سواء انت عملته الاي في بي العادي يعني جبت العيان وحقنته صبغه، او عملته عن طريق السي تي اللي هو اسمه سي تي يوروجرافي يعني استحنت صبغه برضه، او ما تعرفش تحن صبغه فعملته عن طريق الام ار اسمه ام ار يوروجرافي. المهم انك انت تورينا الكيدنيز واليوريتر والبلادر بالطول كده مليانين صبغه، او يعني ما اوبيك يعني او كده. Then اول حاجه وابسط حاجه which is commonly seen it's not a congenital lesion ولكنها normal variant اللي هي the fetal lobulation of the kidney، وبعدين mal rotated kidney، وبعدين kidney مش موجوده وkidney hypoplastic، وبعدين duplicated kidney، ectopic kidney، horseshoe kidney and bilvo-ureteric junction obstruction. And this is an example by IVB of a mal rotated kidney. This is the normal appearance of the kidney, site, size and shape.
The pelvic ischial system is directed laterally, the renal pelvis is directed medially and is connected to the ureter as you can see. ولكن في المال روتيشن ده بيلفيك السيال سيستم بيبص في اي اتجاه ميديا لفوق لقدام لورا اي حاجه and this is what we call mal rotated kidney. It's not a lesion والعيان ما بيشتكيش منها من اي حاجه خالص، لكن اي حاجه غير الطبيعيه بتبقى معرضه للمشاكل. يعني المال روتيتد كيدني اكتر فيها الستونز واكتر فيها الانفكشن والحاجات اللي زي كده نتيجه ان البوزيشن بتاعها والدرينج بتاعها مش مظبوط. Then the normal appearance of the kidney اللي هي حجم اللي كان بيعلمونا ايام زمان ان الكيدني 12 في 6 في 3 12 بالطول في 6 بالعرض في 3 في التخن بتاع الكيدني نفسها. CT density of the kidney في قريبة جدا من density of the spleen، والكيدني فيها كورتكس ومضلة زي ما انتم عارفين، والديفرنشيشن ممكن تشوفوا في الكورتكس والمدلري فيس. And the kidneys are located in the retroperitoneum وهم تقريبا starting at the level of D12 لحد ال L3 تقريبا lumbar vertebrae normal size. And this is the appearance of fetal lobulation and you can see that the contour of the kidney is lobulated. This is normal. وده طبعا بيتفرق من ان الكيدني تكون infected وفيها scars وفيها chronic bile nephritis، والفرق جبار جدا ما بين الاثنين زي ما هوري لكم بعد كده. لكن الكيدني ديت lobulated والبلفيك السيال سيستم ما فيهوش مشاكل and this is what we call fetal lobulation. Mal rotation of the kidney يعني البلفيك السيال سيستم الطبيعي ان هو is facing البلفيس facing medially والcollecting system facing laterally. Then this collecting system is facing anteriorly bilateral and this is bilateral mal rotated kidneys. مش مهم الروتيشن، مهم المشاكل، هل هي فيها ستون، هل هي فيها obstruction، هل هي فيها tumor، كل الكلام ده مهم. And this is one of the common findings اللي انت مطلوب منك انك انت تكومنت عليها لو انت بتعمل سي تي رينال انجيوغرافي، اللي هو المكان بتاع الريفت رينال فين، هل هو معدي من ورا الاورطة اسمه ريترو اورتك رينال فين، ولا معدي من قصاد الاورطة اسمه بري اورتك رينال فين. The normal appearance ان الرينال فين يعدي anterior to the aorta، ولكن في بعض الاحيان بيعدي ورا الاورطة. And you have to mention this في التقرير بتاعك علشان الناس اللي بتعمل رينال ترانسبلانت تاخد بالها ان الريفت رينال فين معدي من ورا الاورطه عشان يعرفوا يسلكوه ويطلعوه لو هم هيعملوا كده. رينال اجينيسيس معناها ان في كيدني من الاثنين مش موجوده، والكيدني انت بتدور عليها along the course يعني من اول فوق تفضل نازل 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 لحد البلفس، ان هي any اي حته من هنا ممكن ان الكيدني تتشاف فيها. If you cannot see any renal tissue في المنطقة دي كلها this is renal agenesis، وتتوقع طبعا ان الكيدني التانية هيكون فيها compensatory hypertrophy يعني الدايمتر بتاعها هيبقى كبير والثيكنس بتاعها هيبقى كبير. وبما ان دي كيدني وحيدة لازم تركز كويس قوي وتشوف اذا كان فيها مشاكل، فيها stones، فيها tumors. And the CT scan and you see this is the normal kidney and this is the hypoblastic kidney. The kidney is small وليها renal parenchymal thickness والrenal sinus fat is prominent، لكن the smooth outline والكيدني بتفرز صبغة كويس وكل الكلام دوت مقبول، علشان عندنا احنا تلت حاجات بتصغر الكيدني اللي هو the congenital hypoblastic kidney، وبعدين the post obstructed kidney كيدني long standing obstruction فصغرت، وبعدين the chronic pyelonephritic kidney، هم دولت اللي بيصغروا الكيدني. Then this is the small kidney على الناحية اليمين and this is the normal kidney على الناحية الشمال وفيها renal cyst، هنتكلم على ده بالتفصيل. Hypoblastic kidney اللي هي congenital hypoplasia of the kidney، post obstructive atrophy and the chronic pyelonephritic kidney، هم دولت التلاتة اللي بيصغروا الكيدني، لكن كل واحد منهم ليه منظر مختلف تماما في الأشعة سواء في الـ IVB أو في الـ CT. الهايبوبلاستيك كيدني عمان كيدني عاديه جدا ليها رينال بارينكيمال ثيكنس وليها بلفيك السيال سيستم وبتفرز الصبغه كويس، وقد تكون موجوده في مكانها وقد لا تكون، ولكنها ما تختلفش خالص عن الكيدني الثانيه الا في الحجم فقط. Duplication of the kidney and ureter ليه طبعا مناظر واشكال كثيره جدا، من اول complete duplication of the pelvic ischial system لحد اليوريتر لحد لما يشبك في البلادر.
او ان هم يبقى دوبليكيتد فوق وينحن في النص، او يبقى الرينال بلفس بس هو اللي بيفد يعني مقسوب نصين وبقيه الحاجات كلها شغاله كويس، كل دوت ممتاز جدا. ولكن دايما انت تبقى عارف ان الحاجات اللي مش في الطبيعه، يعني محدش ينبسط قوي ان هو عنده 3 كدني بدل 2، لان الكدني الزياده is vulnerable لكل الحاجات اللي في الدنيا، الاوبستراكشن والريفلكس والستونز والتيومرز وكل الحاجات اللي كده. ودايما احنا ايام زمان كانوا بيدرسوا لنا ان لو كان عندك دوبلكس كدني وفيها دوبليكيتد يوريتر، فغالبا الكدني اللي فوق هي اللي بتحصل فيها كل البلاوي، يعني الابر مايتي انت عندك هنا هوت في الكدني دي 2 مايتز، يعني سيستم فوق وسيستم لتحت، كل واحد منهم is drained by ureter، وغالبا اليوريتر بتاع الابر مويتي بيدخل البلادر في مكان مش مظبوط، لان اللور مويتي هي بتخش صح في اليوريتر بلادر، والتاني يا اما يخش تحت شويه في الغالب يعني، او لفوق شويه، او يمسك في اليوريسرا أو, او 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 او. عشان كده هذا اليوريتر بيبقى عرضه جامد قوي للفيزيكال يوريتريك ريفلوكس والانفكشنز والكلام ده. And you can use the finding ديت في الـ بيستخدموها كتير قوي في الامتحانات، انك انت تبص على السي تي تلاقي الكدني الشمال هايدرونفروتيك، وبعدين في المقطع اللي بعديه او 3 مقاطع اللي تحت الكدني الشمال بقت كويسه. Then you know that this is duplex kidney. الكدني الحته اللي فوق هايدرونفروتيك وده الطبيعي، والحته اللي تحت نورمال اللي هي دولت يعني. تمشي بقى ورا اليوريترز، and this is the ureter بتاع الابر مايتي اللي هي هايدرونفروتيك، وده بدايه اليوريتر بتاع اللور مايتي اللي هي كويسه، until you reach the pelvis. Then you see 2 ureters، واحد نورمال containing the contrast media، واحد تاني dilated اللي هو دوت كده. And the dilatation في الغالب بتاع المايتي ديت في الغالب بيكون due to reflux اكتر من اي حاجه تانية، اكتر من الستونز واكتر من الاستريكشرز وكده، بسبب ان هو داخل اليورينري بلادر في مكان مش مظبوط، يعني is entering the urinary bladder lower down in the base او in the urethra او in the bladder neck وهكذا. And this is an example. يعني تقدر تقول على ده بيفيد رينال بلفس او يعني مينيمال دوبليكيشن، وهنا في دوبليكيشن فول دوبليكيشن. and الفيلم دوت محتاج افلام تانية عشان تشوف the ureter بتاع الابر مويتي. This is the upper mighty which is dilated and the ureter is continuous until it will reach the urinary bladder, and this is the lower mighty which is normal, and this is the lower ureter of the lower mighty. Then لما تلاقي كده اشهر حاجة على الاطلاق في الدايلاتيشن بتاع الابر مويتي هي الريفلوكس، بس مفيش مانع طبعا انك انت تاخد صور لحد لما توبسيفاي اليوريتر كله وتبص في الحته الاخرانيه اذا ربما يكون فيه ستون او خلاف. لان اكتوبك بلفي كيدني اللي هي ذا كيدني ويتش از سين ان ابنورمال لوكيشن، ما هياش اللي هي توزد كيدني كانت موجوده فوق ونزلت لان واحد كان تخين وخس او كده، لكن الكيدني موجوده اوريجينالي in the an abnormal location، بتتعرف بان اليوريتر is stretched is not اليوريتر مكتكت على نفسه كده، لان هي كانت فوق ونزلت لتحت. اشهر مكان الكيدني بتبقى اكتوبك فيه هو البلفس، وساعات تلاقي الكيدني نفسها ممكن تكون مستخبيه ورا اليورينري بلادر، ودي الافلام اللي هي تحفه بيجيبوها في الامتحانات عشان ما تشوفش طبعا الكيدني المستخبيه ورا اليورينري بلادر. And this is the normal kidney which is located على الناحية اليمين. And this is ectopic pelvic kidney with the ectopic presacral kidney زي ما انت شايف. Then cross the ectopia، يعني معنى كده ان الكيدني راحت الناحية التانية. راحت الناحية التانية وممكن تلزق في الكيدني اللي راحت لها، وممكن يبقى هما الاثنين separable. ولكن قاعدة رئيسية جدا كل الناس عارفاها ان الكيدني تروح شمال يمين لازم اليوريتر يدخل في نفس الناحية بتاعتها. يعني لو الكدني راحت يمين لازم اليوريتر يدخل في البلادر في الشمال في مكانه الطبيعي، ما ينفعش اليوريتر كمان يلف الناحيه الثانيه ويخش في البلادر من الناحيه اليمين. This is what we call crossed ectopic kidney. And if you look here you cannot see the kidneys at the normal location, and if you look down in the pelvis against the psoas muscle you can see the both kidneys which are located in the pelvis. وطبعا الاكتوبيا لازم يكون فيها نوع من المال روتيشن. لما الكيدنيز الاثنين تفيوز مع بعض across the midline then we got ما يسمى بـ horseshoe kidney. ان horseshoe kidney كان زمان في الـ IVB بيسموها the flower vase configuration.
انك انت عندك الفازة وفيها ورد كده طالع، واحد رايح الناحية دي واحد رايح الناحية دي. في تقريبا مقالة او كتاب اسمه The Science in Neurology، كل حاجة وليها، وجايبين اللي هو البتاع بتاعها، يعني مثلا دي هورس شو كيدني فلاور فاز، جايب لك الفازة والورد اللي جنبها، مش عارف ايه شبه قرن الهورس بتاع ده ستاج هورن ستون، جايب لك الستاج نفسه والهورن بتاعه وكده. مقالة لطيفة جدا، هي عندي معمولة في الباوربوينت، اللي عاوزها ممكن انتهي له. Then you can see the horseshoe kidney by CT. هي الهورشو كيدني، وهي connected anterior to the aorta أو across the midline by renal tissue. وممكن تستخدم الرينال الكابابيلتيز بتاعت السي تي عشان تريكونستراكت، فتشوف الكيدني ان يو كان سي ذا ارتيريال سبلاي بتاع الايه؟ بتاع الهورشو كيدني، اللي هو غالبا ما بيكونش نورمال، يعني بيكون فيه اكتر من رينال ارتري واكتر من رينال فين دريننج ديس ابنورمالتي. And this is the appearance of the classic appearance of horseshoe kidney by CT reconstructed image. You see the connection of the kidneys across the midline. واحد من الكونجنتال anomalies اللي هو the congenital bilbiuretic junction obstruction. وده نوع من الكونجنتال neuromuscular incoordination at the bilbiuretic junction، من منطقة اتصال الرينال بلفس مع اليوريتر. Then this area will be markedly narrowed. هتؤدي إلى proximal hydronephrosis. And this proximal hydronephrosis بيبقى ليه grades. يعني في mild degree إن ال pelvic calcium system is distended، ولكن ال calcium cupping is more or less preserved. بعد كده moderate degree إن renal pelvis is slightly dilated وال calcium cupping is blunted. بعد كده the severe degree ان البلفس is ballooned، يعني بقى عامل زي الكورة، والكليسيال كابينج خلاص lost، بقى فيه ballooning of the calyces as well. يبقى this is the mild degree and this is the moderate degree and this is the severe degree and you can imagine and this is the severe degree of pelvic calcium of pelvic ureteric junction obstruction which is a congenital lesion that can be bilateral or more commonly is seen unilaterally. وده على فكرة مش مبرر لشيل الكدني، لأن الحتة ديت can be dilated عن طريق الانترفنشنال يورولوجي أو to be resected ويعيدوا توصيل اليوريتر بالبلفس عن طريق الجراحة، وده اللي بيتعمل في الوقت الحالي، يعني ما بنشيلش الكدني علشان خاطر فيها بلفي ريتريك اوبستراكشن. And البلفي ريتريك اوبستراكشن طبعا ممكن تشوفه بالسي تي يوروجرافي. And this is the normal kidney and this is the bilbiuretic junction obstruction. وممكن تشوفه بالسي تي من غير صبغه. ادي الكيدني الكليسيس دايليتد والرينال بلفس بالوند. تعمل ريكونستراكشن من غير صبغه من غير حاجه. Then you see ballooning of the calyces and ballooning of the renal pelvis and you don't see the ureter. يبقى معنى كده ان this is a congenital bilbiuretic junction obstruction. Then we came to the stone disease. وطبعا اي حد اسمه دكتور اشعه لازم يوميا يشوف له ثلاث اربع حالات فيهم حصاوي في المسالك، سواء بالبلينيو تي او بالاي في بي او بالسي تي او بالالترا ساوند. يعني الستون ديزيز از وان اوف ذا كومن بوسيبيليتيز. وعايزين نقول ان الناس اللي عندها او يعني اي حد انت بتقابله مريض عنده هيماتوريا، كان دايما احنا ناطط في ذهننا على طول هيماتوريا يعني كانسر، لكن لا، الكانسر دلوقتي ما بيعملش هيماتوريا، ما بيعملش حاجه خالص تقريبا زي ما هنقول بعد شويه. And the most common cause of hematuria في الوقت الحالي هو، وهو زمان برضو كان كده، اللي هو the stone disease. فممكن انت باعتبار ان انت من رحيم يعني وملائكة الرحمة وكده تطمن العيان وتقول ما تخافش، ان الهيماتوريا دي معناها في المقام الاول انها حصوة وان شاء الله الامور تطلع كويسة والكلام ده. كل دوت كلام طيب انت تثاب عليه. على فكرة ما عملتش حاجة للعيان خالص، ولا دفعت فلوس من جيبك ولا عملت حاجة، بس قلت له كلمتين يطيبوا خاطره بيهم. عندنا نوعين من الحصاوي، راديو اوبيك اند راديو لوسنت. الراديو اوبيك بتتشاف بالبلينيو تي، والراديو لوسنت بتتشاف بكل الطرق، الاي في بي والالترا ساوند والسي تي والام ار اي. كل دولت ممكن تشوف بيهم. ده اضعف واحد فيهم طبعا هو الام ار، عشان السنسيتيفيتي بتاعت الام ار للكالسيوم ضعيفه.
لكن الراديو اوبيك ستونز سهل جدا، بالذات لو كانت حجما مش بطال، لانك انت تشوف this is a radio oblique stone in the kidney and this is a staghorn stone in the kidney. عندنا مشكله جامده جدا مع الدكاتره وهي بتكتب التقرير، فتيجي والكلام دوت انا مش بقوله من دماغي لكن بقوله من اللي انا بشوف، تلاقي واحد كاتب لك التقرير بالطريقه ديت tiny radio oblique stone measuring 1.3 سنتيمتر in diameter is seen in the region of the left kidney. خلاص، كلمه tiny يعني ايه يا جماعه؟ كلمة تايني يعني ايه؟ لا مش سمول. كلمة تايني سمول يعني سمول، ما هو ده يكتبه سمول. لا، الترجمة الحرفية لتايني يعني لا يكاد يرى. تايني يعني لا يكاد يرى. ازاي 1.5 سنتي او 1.3 سنتي يبقى لا يكاد يرى يتقال عليه تايني؟ انت كونسيدر الراجل الكلينيشن اللي بيقرا التقرير. قيس على كده بقى tiny osteophytes in the lumbar spine، كل واحدة طول كده. طب يا جماعة ما ليه؟ لأن كلمة tiny يظهر طلع كده إنها لطيفة شوية زي nasty و musty واللي هو الكلام اللي كل الناس بتستخدمه. لا، دكتور الأشعة زي ما أنا دايما بقول لازم يكون أمين. أمين يعني إيه؟ يعني بيقول اللي موجود بالظبط. وإذا كان مش عارف اللغة لازم يتعلم اللغة. هو أنت ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أنت دكتور وجزء من شغلك لغة، وجزء من شغلك experience، وجزء من شغلك أنك تفهم في شغل الآخرين عشان تكورليت مع بعض. كل ده أنت مطالب به. ما حدش يقول أنا دكتور أشعة ماليش دعوة بالباقيين. لا، ما فيش كده. أنت دكتور أشعة لازم ليك علاقة بالكلينيشن والمعمل والكلام ده كله. المهم لما تيجي تكتب حصوة اكتب المقاس بتاعها، سيبك بقى من كلمة سمول ولارج ومايلد ومودريت والكلام ده كله، اكتب في حصوة مقاسها كذا بس مش اكتر من كده. طيب and these are radio oblique stones in the urinary bladder. Radiolucent stones زي ما قلنا بتتشاف بكل الطرق، اسهل طريقة الالتراساوند والاي في بي. And this is a radiolucent stone عامل filling defect in the renal pelvis and the lower bone minor major and minor calyces. دوت في الغالب في الاي في بي you cannot see this stone. لما تعمل الاي في بي وتلاقي المنظر دوت اللي هو احنا بنسميه persistent nephrogram. يعني ايه persistent nephrogram؟ يعني الكلى التانية فرزت الصبغة وطلعت البلفيك الليسيال سيستم، والكلى ديت مش راضية تطلع البلفيك الليسيال سيستم وباين بس شكل الكدني اللي هو بنسميه nephrogram. ده معناها ان الكدني ديت is obstructed بحاجة انت مش قادر تشوفها. و persistent nephrogram احد الفايندينجز المشهورة جدا في الاي في بي في العينين اللي عندهم acute renal colic. عشان كده احنا لما جينا عيان عنده acute renal colic نقول له استنى يومين ثلاثة وخد دواء ومش عارفين، حد لما الكوليك يهدى عشان الكلى ترضى تفرز صبغة. لو عملت له صبغة في نفس اليوم مش هتشوف حاجة، هتشوف بس ال persistent nephrogram ومش هتعرف الحصوة في انهي حتة في اليوريتر غالبا، لان ده بيكون يوريتريك ستون. إذن persistent nephrogram معناها ان في ستون موجود عامله obstruction to the kidney، وانت محتاج delayed films بقى تقعد جنب العيان ساعتين ثلاثة اربعة لحد لما الكلى تفرز الصبغة وتفضيها في البلفيك الريسيس سيستم ان يسي ذا يوريتر and you detect the stone نفسه. لو احنا بصينا هنا this is the kidney اللي فرزت الصبغة، وديت الكدني اللي فيها persistent nephrogram، وده the normal appearance of the urography. السهم ده بيشاور ان فيه هنا حصوه صغيره جدا، المفروض ان هي كانت تتشاف طبعا في البلين يو تي. لما تستنى شويه هتلاقي المنظر دوت ان البلفيك الليسيال سيستم از ديستندد اند الديوريتر از ديستندد. المشكله انك انت يو كان نوت سي ذا ستون دلوقتي، لان اليورينال بلادر بعد لما مالت صبغه غطت على اللور بارت اوف الديوريتر. And you have the chance to see the lower part of the ureter بانك انت تودي العيان في الحمام يفضي البلادر فيبان على طول الايه the distal part of the ureter. Then you can use the ultrasound for detection of renal calculi. ولكن اليوريترز بالنسبة للسونار زي ما نعرف تعتبر منطقة blind شوية، فيما عدا آخر حتة في اليوريتر اللي هي the physico-ureteric junction عشان جنبها اليورينال بلادر على طول. Then you can see the stone بكل الكاركترز بتاعت الالتراساوند. This is hydronephrotic kidney, dilatation of the pelvis, dilatation of the ureter, down, 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 لحد this stone at the distal part of the ureter.
لما تعمل بلين يو تي وتلاقي بتاع نملتين كده هوت موجودين هنا على الناحيه دي، وانت مطلوب منك انك انت تكتب تقرير البلين يو تي. هتكتب ايه؟ هتقول ان في راديو بيج شادوز اون ذا ليفت سايد اوف ذا بلبس، ممكن يكون حصاوي وممكن يكون فليبولاي، صح ولا ايه؟ خلاص، يبقى العيان دوت يعمل ايه؟ نمره واحد انك انت تستعين بالكلينيكال، وانا بنبه عليك 300 ألف مرة ما تكتبش ولا فيلم أشعة من غير ما تكون عارف العيان بيشتكي من إيه. إذا عملت كده وكتبت من غير ما تكون عارف، اعتبر الفيلم ده كأنك ما شفتوش، واعتبره بالماينس بالنسبة لك. يعني كل فيلم أنت هتكتبه من غير كلينيكال بينقص من خبرتك، وكل فيلم هتكتبه بالكلينيكال بيزود من خبرتك. وأنت زيك زي الجراح، الجراح خبرته بتتقاس بعدد العمليات السليمة الناجحة اللي عملها، انت خبرتك بتتقاس بعدد التقارير السليمه اللي انت عملتها. وانا بقول لك مستحيل تعمل تقرير سليم من غير ما يكون عندك ذا كلينيكال داتا بتاعه المريض. فنرجو يا جماعه ان اي حد مراعاه لربنا واتقانا للعمل ان هو ينسست في كل حاله بيشوفها ان هو يعرف المريض بيشتكي من ايه باي طريقه، تكلمه في التليفون، تاجر واحد يساله، تجيب الفني، ويعمل اي حاجه بحيث انك انت then if you have the urinary the IVB and you see that this collecting system is full with contrast media واليوريتر برضو لحد الحته الصغيره اللي من تحت اللي هي ديت كده this is the site of the stone، ده الفليبلس and this is the stone. لما تلاقي تعمل IVB وتلاقي المنظر ده اللي هو عبارة عن ايه؟ بلفيكليسيال سيستم كله هيلة بيلة على بعضيه من اوله لاخره دايليتد، والتاني كويس او الاتنين دايليتد، انت عندك احتمال من ثلاثة. اول حاجة ان يكون في ستون صغير هنا هو تحت، تاني حاجة ان يكون في زيكوريتريك ريفراكس، اخر احتمال في التلاتة ان يكون في ستريكشن ان دايوريتر. الستريكشن ان دايوريتر يا جماعة محتاجة شغل عشان تحصل. الشغل دوت يا اما حد كان بينخرب بمناظير او مش عارف ايه او حاجات زي كده، او ان العيان ده عنده evident infection زي البلارزيزس والحاجات اللي هي بتعمل ستريكشن ان دايوريتر. Then if you see dilated pelvic lesion system and the dilated ureter, then you know that this may be due to stone or maybe due to a zycoureteric reflux. بعض الناس لما يكون عنده reflux يقول لك بس كويس قوي كده، وهو في الاي في بي يروح مدخله قسطره في اليوريثرا وروح عامل صبغه عشان يطلع reflux. طب وانت لما حانت صبغه ما انتش عارف الصبغه دي جايه من فوق ولا انت اللي مطلعها من تحت، and this is the wrong procedure على الاطلاق. لازم الاسندنج اللي كنت هتعمل اسندنج يتعمل في يوم تاني بعد لما تكون الكلى فضت الصبغه كلها. ممكن ما تعملش كده وتعمل سي تي يو تي من غير صبغه، then you can see the lesion اللي هو البتاع ده طبعا لا يحتمل الفليبلس على الاطلاق، لان this is the site of the vesicoureteric junction اللي هو دخله اليوريتر في اليورين بلادر. ومع ذلك ان you insist ان الفيلم دوت يكون موجود علشان تلاقي الستون at the terminal part of the ureter. And these images اللي هي the reconstructed images على الكورس بتاع اليوريتر في غاية الأهمية، في غاية الأهمية، وما تكتبش سي تي يو تي من غيرهم علشان تبقى أنت في الأمان. And this is an example of a ureteric stone in the distal part وفي minimal back pressure effect. And this is another stone in the proximal part of the ureter وفيها برضو proximal back pressure changes. العيان دوت لو انت بصيت عليه then this is the kidney which is hydronephrotic and this is the distal part of the ureter اللي هو يشبه دوت كده ولكنه more dense واكبر شويه، denoting ان في هنا هوت radio big stone هي اللي عامله this back pressure effect. وطبعا يجي لك الاحساس من هنا ان السي تي يو تي من غير صبغه افضل بكتير من السي تي بالصبغه to detect these stones and to detect the back pressure effect. علشان الاستريشن اوف ذا كيدني this is due to the stone. هنجي لها بعد شويه. يبقى الـ احسن مكان على الاطلاق for detection of radio big stones by CT UT هو اليوريتر، ولكن the renal stones are detected easily by ultrasound، وكذلك الفيزيكال stones are detected easily by ultrasound. الاثنين علشان ده collecting system بيسمح بهذا.
فالجماعه دولت كلهم يعني سهل قوي الديتكشن، لكن ده اللي هو this stone is located in the proximal part of the ureter مهم، وعشان تعرف وتتاكد وكده then you have these images and you see two radio opaque stones in the proximal part of the ureter with dilated pelvic cell system containing multiple radio opaque calculi. And this arrow points to a small radio opaque shadow on the right side of the pelvis, which may represent a stone or may represent the phalloblast. Then this is a CT urography. يعني CT معمول بعد لما خدت حقن صبغة وعملت reconstruction وشلت الحاجات اللي انت مش عاوزها. And you see duplex kidney and the upper ureter on the left side. And this is hydronephrotic kidney and the ureter down to the site of the this radio opaque calculus. بعد كده هناخد جزء بسيط جدا من الرينال ماسز وهنتوقف شويه وبعد كده نكمل اللي احنا عاوزين نكمل. الرينال ماسز طبعا بتنقسم الى شقين كبار جدا اللي هو the benign lesions and the solid lesions. والتفرقه زي ما انتم عارفين ما بين الاثنين بتعتمد على هل دوت بيورلي سيستيك ليجن ولا في سيستيك وسوليد كومبوننت ولا هو سوليد اصلا. فاحنا عندنا بيورلي سيستيك ليجنز اللي هو ذا سيمبل رينال سيستم ومشتقاته دولت كلهم ناحيه البناين، بيورلي سوليد ليجنز اللي هم ذا رينال سيل كارسينوما وتوابعه دولت مالجننت، وفي حاجات في النص، في حاجات سيستيك وهي مالجننت هنقول عليها وفي حاجات سوليد وهي بناين برضه هنقول عليها. فهنبتدي الاول بالحاجات البسيطه وبعد كده ننتقل الى بعد الاستراحه يعني ان شاء الله الحاجات الاعوص من كده حاجه. احنا عندنا في الكيدني ثلاث حاجات سيستيك ليجن وسوليد ليجن وواحد سيستيك على سوليد. السيستيك ليجن اللي هو زي ده كده which represents the benign simple renal cyst، والسوليد ليجن اللي هو زي ده كده which represents the renal cell carcinoma، ودوت هو الميكسد يعني في سيستيك كومبوننت وفي سوليد كومبوننت. القاعدة اللي احنا عارفينها كلنا في الأشعة ونكررها كتير جدا whenever you see a cystic lesion وفي solid component أو mural nodule أو كده then you consider this lesion is totally solid. يعني كل لما تلاقي cystic lesion في الليفر في الكيدني في البنكرياس ويكون في solid component تعتبره كله solid. فلو انت اعتبرته كله solid يعني معنى كده انك انت هتعتبره malignant، وبالتالي يبقى احنا ما عندناش الا two main categories بس اللي هو the cystic lesion and the solid lesion considering that this lesion is also solid. اول حاجه بتجيلنا في cystic lesions هو the simple renal cyst اللي هو the very common lesion موجود عند ناس كتيره قوي incidental finding ما بيعملش مشاكل الا لو كان كبير او نزف او زي ما انتم عارفين. the simple renal cyst اللي هو هنتكلم عليه دلوقتي وينشق منه the polycystic disease of the kidneys and the liver and pancreas، وبعدين the complicated cyst اللي هو السيست الذي لم يعد سيمبل يعني فقد الكريتيريا بتاعه السيمبلستي ودخل في السكه الثانيه. السيمبل رينال سيست احسن حاجات بتشوفه الالترا ساوند والسي تي والام ار، لكن مفيش مانع ان هو يتشاف incidental finding باي اي في بي. لما تبص على الاي في بي وتلاقي هذا المنظر اللي هو splaying and stretching of the calyces تعرف ان دوت benign lesion، لكن لما تلاقي destruction and erosion of the calyces تعرف ان دوت malignant lesion. ودولت الحاجتين كنا شغالين عليهم قبل كل الحاجات التانية ما تطلع، قبل السي تي ما يطلع وقبل الام ار والكلام ده، كان هو بلين يو تي اي في بي والترا ساوند عشان نعرف اذا كان دوت malignant ولا benign lesion. And this is the simple renal cyst بالسي تي. علامة في منتهى القوة علشان تعرف بيها ان this lesion is of renal origin اللي هو البوز دوت of renal parenchyma extending along the wall of the lesion. This is very important لان الكيدني موجودة في مكان جنبها حاجات كتيرة بنكرياس وسوبرارينال والورور الكلام ده كله، اي حاجة بتطلع في الحتة ديت ممكن تلزق في الكيدني بالذات. انت عارف كويس قوي الحتة زي ما نيجي في السوبرارينال في الموديول اللي جاي بعد كده السوبر رينال بتلزق في الكيدني بالذات اليمين،
فانت السوبرارينال جلاند بيطلع فيها سوليد ليجنز وسيستيك ليجنز، وبتدوس على الكدني وتبططها، وانت عاوز تعرف هل ده طالع من الابر بول اوف ذا كدني ولا طالع من السوبرارينال جلاند ولا طالع من الليفر اصلا. القاعده ديت او المنظر دوت از فيري باثوجنومونيك، انك انت تلاقي جزء من الرينال تيشو از اكستندنج عامل مون ار كده او بوز الونج ذا ليجن، تعرف ان ذس از اوف رينال اوريجين، وتبتدي التفصيل عليه. السيمبل رينال سيست في اي حته اول اوفر ذا بودي يتميز بصفات سبعه، ثلاثه بوزيتيف واربعه نيجاتيف. اي سيمبل سيست في اي مكان، في الاوفري، في الليفر، في السبلين، في البنكرياس، في البرين، في الورور، اي مكان يتميز بسبع صفات. نمره واحد في البوزيتيف سموز شارب مارجن، نمره اثنين بيبر ثين وول يعني الوول بتاعه لا يرى، نمره ثلاثه كلير ووتر كونتنت او كلير فلويد كونتنت. لو انت بصيت على this simple renal cyst and you see the sharp margin، المارجن بتاعته تقريبا مش متشافة خالص، مفيش wall thickness and the clear water content. الاربع حاجات النيجاتيف مفيش septation، مفيش calcification، مفيش mural nodule، مفيش contrast enhancement. لو انت حانت السبب ما يرضاش ياخد السبب، هو ده اللي احنا بنسميه the simple renal cyst. And this simple renal cyst is very common، والسبب بتاعه مش معروف، كلها theories obstructed tubules ما عرفش ايه. وعشان تقول simple renal cyst وتشيل الموضوع من دماغك ان you don't تعمل ولا follow up ولا aspiration ولا الكلام ده كله، لابد ان هو ينطبق عليه الايه السبع شروط اللي احنا قلناهم، اللي هما the three positive and the four negative criteria. The simple renal cyst by MRI نفس الحكاية زي المية في MR، اسود في T1 ابيض في T2، حقنت سبغة ما يرضاش ياخد سبغة، يبقى هو دوت الايه The simple renal cyst. كنت بدرس في السودان، وبعدين كان حاضر جزء من الجماعة بتوع المسالك في المحاضرات، فقالوا لي انا كنتش دايما بقول البوسني كلاسيفيكيشن بتاعت simple renal cyst، فقالوا لي ان this is important بالنسبة لهم، ان هم بيبقوا عارفين دوت انه رقم انهي كاتيجوري، علشان دوت بيأفكت المانجمنت زي ما هقول لحضراتكم دلوقتي. وبما ان دوت مهم، وانت مش هتعرف ايه المهم من المهم من المش مهم الا لما يكون عندك كونتاكت مع الكلينيشنز، فانا حطيت الكلاسيفيكيشن ديت موجوده في المحاضرات عشان انت تستعين بيها، وفي نفس الوقت وانت بتكتب التقرير تبقى تكتب جنب كل رينال سيست تشوفه اداء كاتيجوري كام. خلاص، احنا عندنا اربعة كاتيجوريز في السيمبل في الرينال سيست اللي هم متسميين باسم هذا اليورولوجيست اللي هو اسمه بوسنيك كلاسيفيكيشن. كاتيجوري 1 اللي هو السيمبل رينال سيست بتاعنا، اللي هو ينطبق عليه كل الكرايتيريا اللي هو الثلاثة البوزيتيف والاربعة النيجاتيف. كاتيجوري 4 اللي هو اخر واحد فيهم، اللي هو ينطبق عليه الماليجنسي اللي هو سيست وجواه بقى ميورال نوديولز ومش عارف ايه والكلام كده، وبينهما بقى متشابهات. فالحاجات المتشابهة ديت في كاتيجوري 2 وفي كاتيجوري 2F وفي كاتيجوري 3، دول الثلاث مراحل ما بين ال1 اللي هو بيور بناين وما بين الأخير اللي هو بيور مالجنت. كاتيجوري 2 عبارة عن سيمبل رينال سيست جواه سيبتم واحد أو اثنين، حاجات رفيعة جدا جدا بس مش كتير، يعني همسه كده مش زي اللي انا موريه لحضراتكم دلوقتي، وممكن هذا السيبتم او جدار السيست يكون عليه نقطه كالسيوم، and this is category 2. لو الكالسيوم كتر يعني خد السيست وول من اوله لاخره، في الكاتيجوري 2 برضو ان السيست يكون هاي اتينيويشن، يعني الفلويد اللي جواه يكون هايبر دنس، يعني معنى كده ان هو في نوع من الانفكشن او الهيموريج زي كده. And this is the cyst which is relatively hyper dense، ولما حانت صبغة ما بنش المية بتاعته كما ينبغي. And this is a good example هنا، ده cyst هوت وهو hyper dense، ولما حانت صبغة بان فيه الكريتيريا of the cyst. This is category 2 اللي هو cyst الذي يحتوي على contents hyper dense بشرط ان يكون حجمه اقل من 3 سم. And the hemorrhagic content of the lesion can be also assessed by MRI، لان الام ار جدع جدا في الديتكشن اوف هيموريج، بان هو بيشوف الهيموريج از برايت ان ذا تي 1 ويتد ايمج لما يكون السي اس اف اسود، انت عارف الفرق ما بين الاثنين. اند ذس از ا هيموراجيك سيست ابيض في التي 1 واسود في التي 2 نتيجه الهيموريج، عشان ليه ستيجز كتيره بس احنا مش عاوزين ندخل فيها دلوقتي. كل اللي انا عاوزك تعرفه ان السيست الهيموراجيك في الام ار بيكون ابيض في التي 1.
بغض النظر عن منظره في التيتو. بعد كده لو الكالسيوم كتر او السبت اللي جواه كترت شويه صغيرين, ان يو كونسيدر ذيس از كاتيجوري 2F اند ذيس از كاتيجوري 2F اللي هي ذا بناين ابييرنس اوف ذا سيست, ولكن الكالسيوم اكتر او السبتيشنز اللي موجوده اكتر شويه. Then this is a simple renal cyst category 1 اللي هو the benign lesion, and this is category 2F بسبب ان في septations وان في calcium فيها اكتر من نقطة. ده كمالة السيست اللي احنا شايفينه, ان you see more septations and more calcium, then you consider this is category 2F. Category 3 اللي هو يخوفك قوي لانه شكله زي ما يكون malignant, السبتيشنز كتير جدا جوه السيست, and you are not able to say if there is mural nodule ولا لا, يعني انت ما انتش متاكد قوي اذا كان في mural nodule, لكن سبتيشنز كتيره جدا, and you see multiple septations, this is category 3, and this is also category 3, multiple internal septations, سواء كان في كالسيوم ولا ما فيش, and you consider category 3, and this is also category 3, ده بسبب الحته دي, لان الحته دي شكلها زي ما يكون mural nodule بس انت ما انتش متاكد قوي. لو كانت ميورال نوديول هيبقى كاتيجوري 4, لو كانت مش ميورال نوديول هيبقى كاتيجوري 3, and this is category 3 renal cyst, وطلع بعد العمليه اللي هو renal cell carcinoma. This is category 4 اللي هو cystic lesion with ميورال نوديول. ميورال نوديول او الول تخين جدا والكلام ده كله, you know that this is a solid component and this is tumor, ده ما فيهوش فصام. كاتيجوري 1 ما بتعملوش حاجه خالص الا لو كان كبير وعامل بريشر سيمتومز. كاتيجوري 2 و2F بتعمل فول اب. كاتيجوري 3 على حسب المنظر, يا تتدخل جراحه يا تعمل فيري كلوز فول اب علشان تبقى خايف لحسن يكون تيومر. كاتيجوري 4 لازم تدخل اف ات از سيرجيكال يعني كانديديت تعمل. طيب لو احنا عندنا سيست في الكدني, ايه الحاجات اللي ممكن تعلي الكونتنس بتاعه السيست؟ نمره واحد ان هو يكون كونكتد تو ذا بيلفيك سيل سيستم, وفي الحاله ديت بيبقى اسمه سيمبل رينال سيست, يكون اسمه كليسيال دايفرتيكولوم, ولكن ممكن ما يكونش كونكتد بس الكونتراست بيشر جواه فيعلي الدنسيتي بتاعته. انتراسيستيك هيموريج, انتراسيستيك انفكشن, انتراسيستيك كالسيفيكيشن, كل الحاجات ديت من الحاجات التي تؤدي الى انكريز اتينيويشن اوف ذا سيست كونتنت. في سيست في الكدني اللي هو اسمه بارا بيلفيك سيست او رينال ساينس سيست, which is not belonging ولا داخل في التقسيمه خالص بتاعه السيستك رينال ديزيز, ده لوحده كده اسمه بارا بيلفيك سيست او رينال ساينس سيست. And this renal sinus is a cyst which is branching between the collecting system. شايف انت هنا طبعا لو انت ما عندكش اللي هو الاكسكريتوري فيز ده تفتكر ان دي هايدرونفروزس ودي هايدرونفروزس, ولكن لما you can see the collecting system كده which is not dilated والسيستم مش مليان بالصبغه وماشي ما بين الكولكتنج سيستم, بتعرف ان دوت بارابلفيك سيستم. هنا مثلا في الايرلي فيز اللي هو اسمه كورتيكو ميدالري فيز, يتهيأ لك ان دولت الكليسيز وده الرينال بلفس which is dilated. لما تستنى شويه لحد الاكسكريتوري فيز وتشوف الكليسيز كويسين والليجن ده ما ملاش بالصبغه, يبقى معنى كده ان this is ايه, عباره بالفيك سيست. لو السيست حانت صبغه وعمل مارجنال انهانسمنت يبقى خراج, وده في كل الحتت. لو عندك كوره مليانه ميه وحانتها صبغه الجدار بتاعها خد الصبغه يبقى خراج, يا حبذا لو كان جواه هواء يبقى تقسم بالله العظيم ان ذس از ايه خراج. البوليسيستيك رينال ديزيز عندنا منه نوعين, انفانتايل تايب وادر تايب. الانفانتايل تايب اللي هو بيحصل في البيدياتيك ايج جروب, وما المريض ما بيكملش لان ما فيش كيدني اصلا. Both kidneys are replaced by too many renal cysts وما فيش functioning renal parenchyma, والسيستس بيبقى فيو مليمتر ما هياش كبار قوي, الرينال فانكشن بتبقى فيري بور, وغالبا الولد لو ما حدش عمل له رينال ترانسبلانت او حاجه ممكن يموت شورتلي افتر بيرث. وفي كلا الحالتين اللي هو بوليسيستيك رينال ديزيز اللي هو الانفانتايل تايب او الادر تايب بيكون في سيستس ان ذا ليفر والسبلين والبنكرياس, بس مش شرط يعني, ممكن يكون في الكدني بس وممكن يكون معاها في بقيه الحاجات الثانيه. And this is infantile polycystic disease
العيان طبعا محقون سوا وكل حاجه، لان الكيدني از نوت اكستريتنج كونتراس ماتيريال. باي ام ار اي ان سي نيومرس سيست انفولفينج بوث كيدنيز على الناحيتين. اند ان هو نفس الاكزامبل، ذس از تي 1 ذا سيستس ار بلاك، اند ذس از تي 2 ذا سيستس ار برايت. وطبعا كميه ضخمه جدا من السيستس ان ذا كيدني. ذا اذر تايب ده بيبقى فيه رينال سيس والسيس اكبر، ولكن في جزء من الكيدني بيشتغل، وعشان كده الناس ديت بتعيش لفتره لحد مثلا سن 30 سنه او كده. then they develop renal failure and hypertension. والموضوع دوت is autosomal dominant، يعني اللي عنده في العيله هيجيله بعد كده، يعني بيبقى مكمل في العيله وكده. وبيحتاج طبعا في المانجمنت ان يتعمل للمريض رينال ترانسبلانت. Then the other type is discriminated من ال infantile type، مش بسن المريض ولكن بالوجود ال renal function، في بعض من ال renal tissue اللي هو still preserved in between the cysts اللي موجودين. And this is the appearance, the gross appearance of the polycystic kidney اللي هو ال adult type. وده ال CT reconstructed image بتاعته، يعني you see multiple renal cysts في الكدنتين الاثنين، لكن still you can see some of the renal function in some of the renal parenchyma, and you can also see some renal cysts in the liver. And this is an example. The left kidney is involved by multiple cysts, the right kidney also, and some of the renal tissue is excreting contrast material, and the two numerous cysts are located in the liver. هذا البوليسيستيك ديزيز لابد من التفرقه ما بينه وما بين مالتيبل رينال سيستس. يعني بعض العيانين واحد عادي جدا ما تشتكيش من اي حاجه، ولا هايبرتنشن ولا مش عارف ايه والكلام ده كله، لكن الكدني الشمال فيها 3 4 سيستس والكلى اليمين فيها 3 4 سيستس كبار صغيرين فاريبل سايز. ذس از الحاجات دي اسمها، ما اسمهاش بوليسيستيك كدني، اسمها مالتيبل رينال سيستس. الكدني كلها كويسه والفانكشن كويسه وكل حاجه تمام. This is multiple renal cysts and it should be discriminated، لان ده ملوش family history ولا ليه علاقه بالهايبرتنشن ولا بالرينال فيلر. نعم، البوليسيستيك في الغالب لا، بس ممكن طبعا، ما فيش حاجه مش ممكن في الاشعه زي ما انت عارف.